شعار نحو تدبير مدمج وانسجام للسهل يوم الاربعاء 25 جويلية 2019 بهذا المكان بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بارك. أيها الحضور الكريم، الساحل هو منطقة حساسة ويتعرض لضغوط متعددة ومتهالية، فهو يعاني من استهلاك مفرط لفضائه البيئي والطبيعي بسبب الأنماط الاستهلاكية وتمركز العديد من الأنشطة الاقتصادية فيه، وما يعرفه هو انتشار ماي متواصل وهو احتياجات متزايدة في مجال التجهيز والبنى التحتية والبقاء، إضافة إلى الضغوط الناجمة عن النشاط السياحي الموسمي ناهيك عن تأثيرات التغيرات المناخية. كما أن الساحل يشكل فترة تكتسي فيه رهانات مستدامة أهمية خاصة نظرا لما يهدد الوسط البحري والأنظمة البيئية الساحلية عموما من مخاطر التلوث واستنزاف الموارد. تحمل في طياتها آثار وانعكاسات سلبية في مجالات اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية.